مين اللي أقنع نجات إنها تسافر السعودية؟ الإعلامي خيري رمضان ينتقد ظهور الفنانة نجات الصغيرة في حفل جوي أورد بالسعودية. وقال خيري رمضان من خلال برنامجه: لم أكن سعيداً بظهور نجات الصغيرة لأنها رفضت كل أشكال التكريم في بلدها، ذهبت وذهب معها بعض المحبة ولها أيضاً كل العتاب. نجات تقريباً من 25 ل30 سنة محدش شافها خالص، وجهت ليها دعوات كتيرة للتكريم والظهور ولكنها قررت إنها تختفي، وده قرار يجب أن نحترمه. لكن فوجئنا كلنا في جوي أورد بظهور نجات. حكاية الفلوس مش داخلة دماغي خالص، السعودية ذكية وشطرة وكسبت كتير قوي بوجود نجات الصغيرة، وإحنا خسرنا فشلنا في إظهار نجات. لكن مين اللي أقنع نجات إنها تروح؟ أكيد المستفيدين حواليها ضغطوا عليها، فهي راحت من أجلهم وليس من أجل نفسها. نجات اللي تجاوزت 80 لا يمكن ليها إنها تكون بتدور على فلوس، ربما اللي عايز حد تاني. فاكرين لما ساركوزي حب يكرم فيروز راح ليها لحد البيت؟ نجات لازم يطرح لها البيت يا جماعة علشان تتكرم، مش هي اللي تروح السعودية. اللقطة كانت مش لنجات، اللقطة كانت للسعودية وللمهرجان. أنا حقيقي ما اتبسطتش أبدا، صورتها في عينينا لازم نحافظ عليها، وزعلان قوي على وقفتها وإنها تتهم ويقال إن الفلوس بتجيب أي حد.